دعت الأمين العام لحزب العمال بزحنون مناصريها الذين حضروا بقوة في تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات بالدويرة بالجزائر العاصمة لحساب اليوم ما قبل الأخير من الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل. دعتهم إلى الحضور المكثف يوم الاقتراع لكي يحافظوا على أصواتهم ويعززوا استقرار البلاد ووحدتها. باش ترسموا السيادة الوطنية، باش تتصدوا لكل محاولات التدخل الخارجي أو زعزعة استقرار البلاد، باش تحافظوا على أصواتكم وترسخوا السيادة الشعبية لأنها المناعة على السيادة الوطنية، باش ترسموا ميلاد الجمهورية الثانية. وأبرزت الأمينة العامة لحزب العمال أن مشروعها الانتخابي يأتي استكمالا لأهداف ثورة نوفمبر المجيدة ولتحقيق التنمية داخل المجتمع في مختلف القطاعات. أخواتي إخواني، الجمهورية الثانية ما هيش قطيعة أبداً مع الاستقلال، بالعكس هي استكمال لأهداف ثورة تحريرية، وتقوي وتوسع كل المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وختمت مرشحات حزب العمال للرئاسيات كلمتها مؤكدة بأن حزبها قد حقق أهدافه من الحملة الانتخابية التي شرفت على الانتهاء، وينتظر يوم الحسم للانطلاق في تنفيذ برنامجه الذي يتبنى شعار الجرأة لتأسيس الجمهورية الثانية.